السلام عليكم الاخوان. بزاف قالوا لي ليكيب بزاف تصيفطوا لي على هذه الشركه ولا شركه ولا فرد ولا والله ما عرفت شكون دايرين الاشاره ليا بهذا الفيديو ديالي. اولا هذه الشركه شفرتني انا في الحقوق الملكيه ديالي، هذا فيديو ديالي ودايره به الاشهار بلا ما تستند ليا. هذا الاول شي صباحك وك الله صح. هذا الاول. الثاني هو ان هذه الشركه هاد ساره ماروك ولا شنو التخربيق اللي عندهم هاد لاباج هادي راه ما عندي بهم حتى شي علاقه. انا خداو ليا ديالي هاد الفيديو، ما عندهمش الحق يديروا به الاشهار. وتنقول لهاد الشركه ولا هاد الفرد، حتى الشركه ما بان ليا شركه، بغيت نتواصل معاهم هما هاد النويميرات وهاد التخربيق هذا وريفر لينك وهادشي. تنقول لهاد الشركه تحيدي هادشي، هو هذاك تحيديش. راه كان واحد ليكزومبل ديالها واحد الشركه مؤخرا طلبت بتعويض ديال 10 الملايين بسبب اشهار. اللي بغى يدير اشهار يكونتاكتيني، ما تمشيش تهز ليا دير ليا. دابا هادشي ما عرفناه ناصب، ما عرفناه احتيال، ما عرفناه شنو هو التخربيق هذا. ما علاش هزي ليا فيديو تديروا به الاشهار؟ وحاجه اخرى، دايرين ليا التصويره ديال البرلمان، اش تخربقوا حتى نتوما تما؟ هزي ليا التصويره في البرلمان، زعما راه السيد بان في البرلمان باش تبدا. ما تواصلوش معايا هاد الناس، هاد الناس ما تنعرفهمش انا، ما عرفتهمش كيديروا، واش كينصبوا واش ما كينصبوش، ما تنعرفهمش. ولهذا الله يرحم ليكم ولادي، حيدوا هذاك الشيء، ديك التصويره اللي دايرين ليا في البرلمان، حيدوا هذاك التخربيق، لان راه غنحملكم المسؤوليه ديال التخربيق اللي كديروا. والبساله هذه الصاره، انتم كاع وصلتوا للبرلمان وصلتوا.